صباح الحياة يا قيروان. متابعتنا لهام الأخبار الوطنية والجهوية، وتواصل إضرابهم بعديد المحاكم التونسية، محكمة شنية موضعية محكمة الابتدائية بالقيروان، هذا وأكثر بشي يكون موضوعنا في ألو حسين. ألو حسين، ألو حسين، القرب بأكثر تفاصيل. حسين، صباح النور. صباح النور حيم، تحية ليك، تحية لكل متابعي راديو الحياة فهم. بالفعل رحيم، كما قلت احنا موجودين أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان، وقفين أمام قصر العدالة. تواصل إضراب القضاة رحيم لليوم الرابع على التوالي، وجاب هذا يعني الإضراب تعبيرا عن رفضهم لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي كان قام يعني بإعفاء حوالي أو عزل حوالي 57 قاضي يعني، وكان اتهمهم بعدة تهم. رحيم، الإضراب مازال متواصل، كان انطلق نهار الاثنين، اليوم يعني اليوم الخميس، اليوم الرابع على التوالي. فما حضور عدد من المواطنين لهنا، اللي فما اللي يعرف فما إضراب، وفما اللي ما فعلموش لأنه موجود وفما إضراب، وفما اللي كان تنقل وجاء من عدد من المعتمديات التابعة لولاية القيروان وفوجئ بهذا الإضراب. دونك فما نوع من التذمر من قبل المواطنين باعتبار وأنه ما في علمهمش كما قلت لك رحيم بهذا الإضراب. لكن الأهم من هذا كل كونه لازمنا نعطيه بعض المعطيات اللي كنا تحصلنا عليها من قبل يعني عدد من المسؤولين الموجودين هنا في المحكمة الابتدائية بالقيروان، أنه الإضراب مبدئيا مش يتواصل لمدة أسبوع رحيم. إذا كان مش يبقى معناها جوز أسبوع فقط وبش يستأنفوا العمل الأسبوع القادم، فإنه بالنسبة للناس اللي عندهم جلسات مثلا اللي اليوم خميس عنده جلسة متاعه اليوم الخميس، فإنه تتأجل الخميس الجاي، معناها ديما يزيد أسبوع، معناها العباد اللي عندهم الجلسات في المحاكم إذا كان جلسته بالاثنين راهي الاثنين الجاي، إذا كان جلسته بالثلاثة راهي الثلاثة الجاي، إذا كان جلسته بالخميس فإنها راهي مش تكون الخميس الجاي. هذا في حين أنه إذا كان يعني القضاة قاموا بيرفع هذا الإضراب ويرجع يعني نشاط المحاكم. به أخذ شنو نعمل احنا حسين؟ نحاول نتصلوا بأحد القضاة بالمحكمة الابتدائية بمحكمة القيروان، سينو شكون من المحامين كان موجودين في قاعة المحامات الكبرى في محكمة الابتدائية، خلينا ناخذ معهم تصاريح وأكثر التفاصيل. حسين الربحي مباشرة من المحكمة الابتدائية بالقيروان، غرو ميرسي لتدخلك معنا، مكملين معكم أخبارنا مازالت متواصلة فلاش انفو 9 و10 هم كتبة الصحف التونسية مع 9 و4، هذا اللي استنى فيكم أبارتير من 9 متاع الصباح.